أشرفنا على بركة الله اليوم الأربعاء 9 جوان 2021 على افتتاح الاقتراع بين المكتب المتنقل رقم 15 بدءا بمنطقة وادي هان لتمكين البدو الرحل والتجمعات السكانية النائية لأداء واجبهم في أحسن الظروف وبكل شفافية ونزاهة إن شاء الله. كانت العملية المفروض تكون صحي لتطبيق العملية هذه، وكانت ناجحة بحضور وجود المعقمات بالكمامات. هذا الشيء اللي خلى العملية تصير جيدة.